قال السيد محمد علي القائد رئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال مشاركته في جلسات لمؤتمر بوابة الخليج بأن ريادة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية تم توظيفها في دعم وسرعة تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الخدمية والصحية والقضائية، والتي تأتي ضمن توجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لإعادة رسم دور القطاع العام في الاقتصاد من المحرك الرئيسي إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار الاستراتيجي بالتحول نحو الحوسبة السحابية يضمن توفير البنية التقنية لكافة المشاريع الاستراتيجية بشكل آني، ما يسهل إدارة الخدمات الحكومية ويسرع إنجاز المشاريع ويزيد الإنتاجية ويحسن مستوى الأمن الإلكتروني وجودة الخدمات. وقال القائد بأنه منذ البدء بعملية التحول نحو الحوسبة السحابية شهدت أعمال الحكومة تحسينات كبيرة في مراحلها المبكرة، وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية في مجال تبني أحدث تقنيات المعلومات، مضيفا بأن الهيئة قد تمكنت خلال عام 2017 من نقل أكثر من 40 نظام وخدمة حكومية بالكامل.